السؤال الآخر، حكم إجهاض الجنين المنغول. جميعا عنده توحد وعنده مشكلة قبل 120 يوم. الجواب عن هذا، إذا ثبت بتقرير لم نجد من اعتقاد الأطباء أن الجنين مصاب بالمنغولية أو بغيرها من التشوهات الخطيرة الحادة، وكان ذلك قبل بلوغ 120 يوما، رخص في إسقاطه. أما إذا لم يكتشف التشوه إلا بعد أن تجاوز الجنين 120 يوما فلا يجب إسقاطه مهما بلغ أن يتدرج في التشوه. ويصبح كلام أقدار من أقدار الله والرحمة التي لا تملك إلا أن تصبر عليه. ولله على عباده عبودية السراء وعبودية الضراء. عبودية الضراء استخرج بها عبودية الصبر، وأحوال السراء استخرج بها عبودية الشكر، ونصفه صبر ونصفه شكر. وعجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. لا، قال تعالى للمجاهدين: قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين، ونحن نتربص أن يصيبكم الله في عذاب من عندي أو بعيدي، فتربصوا إنا معكم متربصون. ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. الألم مشترك، لكن الفرق أننا نرجو من الله ما لا يرجون. أن موقف أبو سفيان يوم أحد قبل أن يسلم طبعا، وقال: أعلو هبل يوم بيوم بل فنحن سواء. فيقول الله أعلى وأكبر، لسنا سواء، قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. في قرار المجمع الفقهي في رابطة العالم الإسلامي يقول: إذا كان الحمل قد بلغ 120 يوما لا يجوز إسقاطه، ولو كان التشخيص الطبي يفيد أنه مشوه بخير، إلا إذا ثبت بتقرير لجنة طبية من الأطباء الثقات المختصين أن بقاء الحمل في خطر مؤكد على حياة الأسرة. انتقلنا إلى قضية أخرى، الجنين مشوه يوما، في هذه الحالة لا يضحى بالأصل من أجل الفرج، بل يضحى بالفرج من أجل الأصل. فإذا تعين إسقاطه ولو بعد 120 يوما من أجل إنقاذ أمه من هلكة محققة، لم يستطيع الوحيد من الرخص في هذه الصورة، وده يسقط سواء كان مشوها أم لا، دافعا لأعظم الضررين. أما قبل مرور 120 يوما إذا ثبت وتأكد بتقرير لجنة طبية من نقاط الأطباء المختصين وبناء على الفحوص الفنية بالأجهزة والوسائل المختبرية أن الجنين مشوه تشويها خطيرا غير قابل للعلاج، وأنه إذا بقي وولد في موعده ستكون حياته سيئة وآلاما عليه وعلى أهله، عندئذ يجوز إسقاطه بناء على الضرر الوالدين.